لو رحنا للبند الثالث، دعم المؤسسات بتاع الدولة وعدم وجود منافس ليه يعرقل أهدافه، هنلاقي إن ناصر أو عبد الناصر كان له منافس. تخيل عبد الحكيم عامر لحد 67 عبد الحكيم عامر كان مسيطر على الجيش والمخابرات والسجن الحربي، وكان الجيش لا يأتمر إلا بأمر عبد الحكيم عامر. عبد الحكيم كان عامل دولة جوه الدولة. ده مش كلامي، ده كلام الأستاذ أمين هويدي. لابد ان يحصل شيفتنج، ولابد ان يحصل تبادل سلطه. ليه؟ عشان اولا ما حدش يفتكر انه زي المشير عبد الحكيم عامر. حضرتك قعدت في الحربيه قد ايه؟ انا قعدت 9 شهور. وفي رئيس المخابرات العامه 3 سنين. المشير عبد الحكيم عامر، سوري بقطع كلامك، المشير عبد الحكيم عامر قعد 14 سنه او 15 سنه طول مده الصوم. عبد الحكيم المشير عبد الحكيم عامر ظن انه مخلد، وانه ايوه وانه ليس لعبد الناصر ولا غير عبد الناصر يقدر يشيله حتى بعد هذه الهزيمه. واخد بالك؟ ده عنجهية خد... لا خد هذا الانطباع لان السيستم، وانا بانادي بهذا رغم انه يغضب الكثيرين، انا ولي انا بتعامل مع ربنا. بتكلم بصراحه النهارده؟ لا مش بس بصراحه، انا بتعامل دائما مع الله سبحانه وتعالى. هذا خطا موجود في البلاد العربيه وبيكتب عنه في الـ 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 الكتب الاجنبيه، لكن ما لا يعالج ابدا في البلاد العربيه. عبد الحكيم لما حصل كده كان لابد من اتخاذ قرار يشيله. ده كان وزير حربيه 9 شهور ومدير جهاز المخابرات، وده الراجل الحقيقه امين هويدي اللي كان مسك المخابرات بعد الاطاحه بعبد الحكيم عامر ورجال عبد الحكيم عامر، وده اللي فجر قضيه انحراف جهاز المخابرات، وله كتاب اسمه 50 عاما من العواصف ما قلته ما رايته قلته في مذكراته. يعني عبد الحكيم عامر كان دوله داخل، يعني ناصر ما كانش بيحكم لوحده، لدرجه ان عبد الحكيم عامر كان يصدر تعليمات واوامر باعتقال من يراه دون ان يعلم عبد الناصر. بعد ما افرج عن احسان عبد القدوس اول مره قعد حوالي 4 شهور في السجن، وافرج عنه عبد الناصر وجابه بيته وقال له ترددت يا احسان، اتمسك تاني احسان فعلم عبد الناصر، فكلم احسان في السجن وقال له معلش عبد الحكيم هو اللي اصدر القرار وهو جنبي وعايز يعتذر لك، وكان مقرر انه يفرج عنه في يوم اجله اليوم عشان عبد الحكيم برضه زكريا محي الدين ما كانش عاجبه. يعني عبد الناصر كان ممكن يصدر قرار وعبد الحكيم يوقفه. طب ده عبد الناصر. السادات لما سالناه انت حكمت لوحدك، السادات الحقيقه اول ما ظهر ظهرت معاه مراكز القوه، سامي شرف وعلي صبري وغيرهم اللي كانوا رجال عبد الناصر، او اللي سماهم السادات الذين يرتدون قميص عبد الناصر، وكانوا شايفين ان هو طرطور وهيحكم باللي هم عايزينه، ودخل في صدام معاهم، وكانت النتيجة انه اطاح بيهم او هم حبوا يطيحوا بيه، فاستقالوا كلهم استقالة جماعية، لكن السادات اطاح بيهم وقبل الاستقالة. ودي منشتاته، لا عودة مطلقا الى مراكز القوى، قررنا بايدينا وكل شيء رهن رد. تخلوا عنه الحقيقة في لحظة في سنة من السنين، وهو الحقيقة يعني كان محتاجهم يقفوا جنبه، لكن تلعبوا بيه واستقالوا مرة واحدة عشان يعملوا فراغ دستوري، وده سماه السادات الغباء السياسي. مبارك كان بيلاقي منافس قوي بيهدد وجوده على الكرسي، لأنه جاء مبارك السلطة بعد اغتيال السادات، وفي في الحربية واحد اسمه محمد عبد الحليم أبو غزالة. أبو غزالة كان منافس قوي جدا لمبارك زي ما بيقول مصطفى الفقيه. لما جه الرئيس مبارك يشيل ابو غزاله قلت له الراجل ده بينتحر، ده ابو غزاله له شعبيه كبيره جدا هيعملها ازاي؟ قال لي لا انت مش عارف مصر. قلت له ازاي؟ قال لي اللي هيقعد على الكرسي وهيعلن ان هو القائد العام للقوات المسلحه وهياخد اول تعظيمين انتهى الموضوع. هو ابو غزاله مشي ليه؟ ابو غزاله كان يمثل منافسا قويا للنظام، كان بيعظم مبارك تعظيم جندي للقائد الشارع ورجع الحقيقه ونزل الشارع وجه تاني. انما بقى محبوب من امريكا جدا، بيتكلم انجليزي بشكل رفيع ملفت قدام الاجانب. انا مره حضرت له مع جورج بوش، كان نائب جورج بوش الاب كان نائب يا امريكا، وكنت قاعد انا جنب اسامه الباز وده رئيس الوفد وده رئيس الوفد من قصاد بعض، عمل اكسبوزي للموقف الاستراتيجي في المنطقه بالانجليزي. كتبت لاسامه الباز ما هذا اللي عشان تعرف. ده محمد حميم ابو غزاله، الراجل كان يدين بالفضل والولاء للقائد بتاعه اللي هو السادات، وايضا كان قوي قدام مبارك.
السيسي ما عندوش مين اللي ممكن ينافس السيسي قائد عسكري؟ مين؟ صدق صبحي المهرج ده؟ ده مهرج. احمد وصفي لما قال شفت الرئيس خد جنيه قاعد في البيت، وسام عسكر كلهم بيدينوا بالولاء والفضل للسيسي، لكن عبد الناصر جاء هو وعبد الحكيم، مبارك جاء لقى المشير قاعد وزير دفاع وزير حربيه، هيعملوا ايه؟ ورجل قوي جدا ولديه علاقات فظيعه وشعبيه فظيعه وضابط جيش، ضابط يعني، يعني حاجه كده تفصيل. السيسي جاء لقى مين؟ عباس كامل اللي بيضرب ترامادول؟ لقى مين قائد قدامه؟ ولا حد. كان الحقيقه المشير طنطاوي خص الجيش المصري من الخيارات الكبيره، وقفز على المسرح كومبارسات الجيش. حظ وحش؟ ايه يا مصطفى فين الحظ؟ بينما السيسي كل مؤسسات البلد تحت رجله في الجيش، من الجيش لاصغر مؤسسه في البلد، السيسي كل حاجه تحت ايده، لان كل اللي موجودين في مصر على الساحه اقزام، حتى في الاعلام اقزام.